ولتكملة سلسلة تصليح الدرجات، النهاردة معنا حلقة جديدة وهي تغيير جوشمة الفرامل الخلفية في الفرامل الديسك. الدشمة اللي معانا دي دشمة من نوع كويس جدا، واللي هي النوع المربع. التيل بتاعها مربع أحسن من التيل المدور، فهنركبها مع بعض ونظبطها مع بعض في الحلقة دي. ولو انت أول واحد بتشوف معانا الفيديو ده ولسه ما اشتركش معانا في القناة، يلا بقولك يلا اشترك معانا عشان عندنا سلسلة كتيرة وشغل كتير ان شاء الله هنعمله في صيانة الدرجات. الدشمة اللي معانا دي دشمة ممتازة جدا، ودي ممتازة من نوع مميز جدا اللي هي التيل المربع. التيل المدور مش حلو زي دي، دي افضل نوع اللي هي بقولها حضراتكم ديت. عشان نغيرها اول حاجة نفك السلك بتاع الفرامل، مفتاح ألن كي 5، تمام. هنطلع السلك من مكانه، تمام، ونيجي على المسمارين اللي هم ماسكين الدشمة بتاعت الفرامل في الكادر أو الفريم، ونبدأ نحلهم زي ما انتم شايفين كده اهوت، ونطلع الدشمة القديمة بتاعتنا، تمام كده، شغل سهل وبسيط خالص. تمام، طلعنا الدشمة بتاعتنا اهيت، دي الدشمة البايظة. هنجيب الدشمة الجديدة اهيت وابدأ اركبها. خلي بالك انا بدخل التيل في قلب الاسطوانة، وابدأ اربط المسامير بتاعتي اللي انا هفككهم، تمام. هذا المسمار الاولاني وهذا المسمار التاني، احرق عليهم، تمام. بعد ما احرق عليهم هنبدأ المرحلة اللي بعد ديت، وهي مرحلة الزبط. ربطناها، تمام. هنبدأ نشوف الأسطوانة بتحك معانا في الدشمة بتاعتنا ولا لأ. بتحك، نبدأ نظبطها، نجيبها لبره سنة اهوت عند المسمارين دول اللي بيتحكموا في دخول الدشمة للداخل والخارج. هبدأ أربط على أول واحد، أسحب الدشمة لبره، وأبدأ أربط التاني، تمام. والف الطارة كده في برضو حكة خفيفة خالص، هنشوف الحكة دي جاية منين، تمام. هنشوف كده برضو كده الحكة بتاعتنا راحت، تمام. هنحرق على المسامير بتاعتنا، المسمار الأولاني، المسمار التاني، المسمار اللي فوق، اللي هم 4 مسامير، اللي هم الاتنين اللي ماسكين في الفريم والاتنين اللي ماسكين في الدشمة اللي بيتحرك في يمين وشمال، تمام. بعد كده المرحلة اللي بعدها اللي هي المرحلة اللي بعد ديت، وهي تركيب سلك الفرامل. هنبدأ نركب له من هنا الجلاش بتاعه، نربط ديت ونبدأ نركبه في المكان ده، ونشد الدراع ده شوية لفوق، ونبدأ نربط بالمفتاح اللينكي بتاعنا، نشد على الفرامل ونشوف كده العجلة فيها فرامل ولا لأ. زي ما انتوا شايفين، في ملحوظة عاوز أقولها لحضراتكم، التيل المربع ده مميز جدا وحاجة ممتازة جدا، وأنا بنصح أي حد يشتري دشمة من دي يا ريت يشتري التيل المربع، انه هو افضل تيل وفرامله قويه جدا ومفيش اي مشاكل. بالنسبه بقى للصوت اللي هو بيطلع من الدشمه الخلفيه اللي معانا ديت، بيبقى التيل معانا ناشف او مبلط بمعنى صح يعني، فبالتالي ديت في الحال دي هتغير التيل لتصنفر التيل. طبعا هتصنفر التيل مش هيجيب معاه، هيشتغل معاك شويه ويرجع يصفر تاني، فالافضل انك تغير التيل الموجود في الدشمه الخلفيه. وانا عندي حلقه على القناه برضو بشرح ازاي تغير التيل ده، فشوفها في الفيديو. في حاجة برضو عاوز اقول لحضراتكم، اللي هي المسمار الخلفي اللي هو هنا ده، دي منه بتضم التيل وبتفرد التيل في الجنب اللي هو الجنب اليمين، تمام. وكده خلصنا حلقتنا النهاردة، ونقول نشوفكم في حلقة تانية، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.